بحال دابا على سبيل المثال انا عندي التليفون خسر ليا ولا شي حاجه مولف كنحل من هنا ما هاش معايا التليفون الا كنجي هنا كما كتشوفوا هنا الاخوان عندي الكود. نبداو بعدا بالفولو. الفولو صراحه انا اخوتي الراي ديالي ما عجبنيش وما كيليقش بالماستاغ. هي ولا ماشي هي هي ولا ماشي هي هي الاخوان فورد ماستاغ 2022 كي جاتكم اخوتي تبدلات ياك تبدلات اخوتي وبزاف حيت هذه كما كتشوفوا 100% الكتريك. المهم راكم عارفين بلا الفورد اخوتي توعدات بلا من هنا ل 2030 ما غتبقاش دير سيارات اسانس ولا مازوت غتولي دير غير الكتريك. وراكم عارفين الاخوان حنا مولفين الفئه ديال الماستاغ دائما كتجي سبورت يعني جوج البيبان كذا شي حاجه سبورت موتور الخيل وكذا ولكن اخوتي فاش بدلات فاش يعني ولات الكتريك صراحه الفورد خمات مزيان حيت راكم عارفين الماستاغ القديمه اللي درناها موتور الكتريك ما غتبقاش عندها معنى حيت هي المعنى ديالها كان الاخوان في القوه وداك الاجريسيفيتي اللي عندها. اما الا رجعت الكتريك صراحه غتفقد كاع داك الديكور ديال الزوين. لهذا اخوتي فاش بدلوا وداروا الالكتريك قرروا انه يستهدفوا العائله وخرجوا لنا بهذه السياره كما كتشوفوا. كما نقول لكم بحال قلتوا السوف كوبي سياره يا سلام كما كتشوفوا يعني السياره كما قلت لكم راها 100% الكتريك الا انهم محافظين لها على الهويه ديال الماستاغ كما كتشوفوا. والسياره الاخوان راها 4 ديال البيبان كما كتشوفوا معايا والطول ديالها راه فيها 4.70 متر. هذا هو الشكل الورائي كما كتشوفوا. الهويه ديال الماستاغ دائما حاضره معنا في الخير كما كتشوفوا الاخوان ومعنا هاد الاضواء هادو اللي غير كتوقف حدا الطوموبيل كتشعلها كما كتشوفوا. ها انتم هادو سويرتات كيعطيوك هاد الديكور هذا زوين وزوين بزاف. عندنا واحد المزيج من هاد الكولور هذا خوتي كتقولوا انتم دم الغزال. ها انتم يا سلام هنا صراحه واحد الطاليو ديال الجنب عجبني وعجبني بزاف واكثريه هاد الابيناسيو ديال اللي مابيني الاحمر مع الكحل انتم كما كتشوفوا. وشوفوا تبارك الله وصل عندي للسقف فين واصل. صراحه السياره واخا كهربائيه الا انها طري اغريسيف الاخوان. ها انتم كما كتشوفوا هنا عاوتاني كنلقاو شي لالين وشي منعرجات يا سلام على سبيل المثال بحال هذه. ها انتم كما كتشوفوا معايا الاخوان سياره يا سلام. وهذا هو الشكل الامامي ديالها كما كتشوفوا معايا. كاين اخوتي التغيير على الماستاغ القديمه هذه بحال كتبان ليا ولات ظريفه شويه ولكن صراحه باش تكون سياره كهربائيه راه ديكور زوين ديكور زوين. اللي كتقرب لها كتكون سويرتات عندك في يدك الطوموبيل كترحب بك. هادو كما كتشوفوا معايا الكابو يا سلام شوفوا كي كامل مانكليني من هنايا. وهنا كما كتشوفوا الاضواء كامله ليد هاد الليد هذا كيدوز نيشان وهذا الاخوان وهناك عندنا الكزينون يا سلام حاجه زويونه. هذا هو الامام الطوموبيل صراحه الاخوان بالنسبه للعائله راه شي حاجه فخمه صراحه اخوتي. ها انتم العود ديال الماستاغ راه ما خطيش وشوفوا هاد اللعيبه هادي اخوتي بحال داك اللي شفنا في السقف هي دايزه من هنا صراحه المزيج. وراكم عارفين يعني الحمر دائما تيطيح عليه الكحل شي حاجه مزيانه ديكور يا سلام الاخوان. غادي نجيو هنايا نشوفوا بعدا الجوانت اللي فيها. الجوانت حسب رايي اخوتي يعني ما كيناسبوش الماستاغ صراحه. وعطوني نتوما الراي ديالكم. وعندها البنوات اللي راكبين فيها 225 على 55 ار 19. انا صراحه اول حاجه ما عجبتنيش فيها هي لي جونت وانتم عطوني الراي ديالكم. دابا اخوتي غادي نشوفوا واحد القضيه اللي مغيره اللي مولفينش كنشوفوها بالمره وهي الحله ديال الباب. راكم عارفين حنا معودين فاش كنبغيو نحلوا الباب شي طوموبيل كنجيو هنايا اللي هذه كما كتشوفوا ما فيها والو. ها انت كلشي سهل لك اخي يلا بلا ما تبقى تحدب كتبرك غير على البوطون هنايا وهي كتحل. وهذا الاخوان يعني تقدر حتى السوارت ما تهزهمش معاك كتقدر دير غير واحد الابليكاسيون في التليفون الابليكاسيون ديالها وهاد الابليكاسيون كتولي بحال السوارت. انت هز معاك التليفون تقدر دير اي حاجه تقدر ديماري الطوموبيل تقدر يعني اي حاجه غير كتوصل حدا الطوموبيل كتحل. ولكن الا التليفون مشى خسر لي ولا وقعت لي شي حاجه شنو غادي ندير. هذه صراحه خممت فيها ولكن الماستاغ والفورد خموا قبل منك. اجي تشوف معايا بحال دابا على سبيل المثال انا عندي التليفون خسر لي ولا شي حاجه مولف كنحل من هنا ما هاش معايا التليفون الا كنجي هنا كما كتشوفوا هنا الاخوان عندي الكود ندير الكود للطوموبيل والطوموبيل اخوتي كتحل بوحدها. الا مشى لك التليفون كاين الكود الاول هنا وكاين الكود الثاني باش ديماري الطوموبيل. هذه صراحه اول وحده غادي ديرها لنا هي الفورد اخوتي في الماستاغ. هذه صراحه شي حاجه عجبتني بزاف وانتم قولوا لي الراي ديالكم في هذه القضيه وزوينه ولا لا. دابا غادي نشوفوا المرايات كما كتشوفوا معايا هما هادو جايبين انتم بالكحل وكما كتشوفوا معايا ديزين كاملين الاخوان بالليد. هذه هي البلاصه اخوتي ملي كتشارج السياره ديالنا وغادي نحلوا نشوفوا الانتيريور ديالها. يا بسم الله انتم كما قلت لكم هذا هو الانتيريور. كاين اخوتي شويه ديال التغيير كما كتشوفوا كاين شويه ديال البلاستيك صح شويه ديال الجلد وديزل الاحمر كما كتشوفوا على حساب داكشي اللي شفنا في الكاروسري.
لي باف ماشي شي حاجه اللي نقدر نقول انها كتستحق تكون في الماستاك، ولكن ما كتشوفوا نورمال ريكلاج ديال الجاج. وهنايا ملي كيتحل الباب على اكس واحد شي حاجه اخرى كاينه في التغيير في هذه السياره هذه، ملي كيتحل ويتسد الباب هنا كما كتشوفوا معايا الاخوان لي سياج اللي عندنا. يا سلام، قول لهم اخوتي بالكوير ومخلطين بالاحمر على حساب قلت لكم الكولور اللي كان في الكاروسري. ولكن كما كتشوفوا الطابلو كاين شويه ديال الثوب، شويه ديال البلاستيك قاصح، شويه ديال الجلد، وكله مخلط بالحمر كما كتشوفوا، يعني واحد الابيناسيو مزيان. وكاين واحد الطابليت لهيه اللي غادي دابا نطلعوا ونهضروا عليها اخوتي. هما اخوتي هذه هي الفورد كما كتشوفوا معنا. صراحه من الداخل الاخوان شنقول لكم سياره جميله جميله بالنسبه للعائله، يعني هي صراحه من الداخل اخوتي فقدات داك الشكل سبورتيف اللي كنا معودين عليه في الاول في الماستر. صراحه ولات سياره عائليه، سياره كونفورم، سياره الكتريك، فهمتوني يا خوتي؟ راكم عارفين دابا راه ولا الالكتريك والمنافسه ولات قويه، ولات قويه في الالكتريك ديال بصح، ولا واحد الابداع، ولا واحد شي حوايج الاخوان ولاو من عالم اخر. دابا اخوتي اجيو نشوفوا معايا هذا الانتيرور ديالها كي داير. بركه الله، هذا هو الانتيرور اخوتي كما قلت لكم، هذيك اللعيبه ديال الباب ها نتوما من هنا كنحل الباب. هذه صراحه زوينه، عجبتني هذه، عجبتني فيها. دابا كما كتشوفوا معنا عندنا هذا الطابليت هذا الطويل الاخوان، شوفوا تبارك الله على شكل تيزلا. وعندنا هذا هو كما كتشوفوا اللي جاي صغير هنايا، وبالاضافه كما قلت لكم هنايا الثوب. هنا صراحه داكشي الاخوان مصوب بطريقه مزيانه كما كتشوفوا، الابيناسيو في الكحل دايزه بالحمر بمخيطه بالحمر، شي حاجه مزيانه. هنا هذا الثوب هذا انا صراحه ما عجبنيش بزاف، ولكن اوكي. المهم لاكليم كما كتشوفوا هي جايه كامله من هنايا، ومن اللي داز هذيك اللعيبه بالكروم. دابا خوتي كما كتشوفوا البوطنه ديال ستار ها هي من هنا كما كتشوفوا، ولكن قبل ها انتم عندنا هنايا باش نشارجوا جوج تليفونات وايرليس. هنا كما كتشوفوا بريز يو اس بي، وهنا الاخوان نحط الاغراض ديالي، وهنا كما كتشوفوا الفيتاس ديالها. واش غادي نقول لكم، هنا عاوتاني كما كتشوفوا الكاميرا، هنا الفرنامو، كلشي الاخوان جلد، كلشي مخيط. هنا عاوتاني عندنا واحد اللعيبه عاوتاني فين نزيدوا نحطوا الاغراض ديالنا، ولا نزيدوا نحلوا هنا كما كتشوفوا. كاين واحد البريز ديال 12 فولت، كاين هنايا الموكيط، شي حاجه مزيانه. مهم الاخوان داكشي الكراسه راه موريتهمكم. دابا اخوتي غادي ندخلوا في المعقول، غادي من هنا كما كديماري كما قلت لكم غادي نبركوا باش يشعل هذا العالم هذا. ها انتم يا سلام عليك. وهنا كما كتشوفوا ها هو الطابليت ديالنا، شعل هذا الطابليت هذا، فيه واحد اللعيبه زويونه الاخوان اللي من هنا كما كتشوفوا كتزيد في الصوت. صراحه هذه عجبتني. المهم اخوتي كما كتشوفوا غادي نبداو بعدا بالفولو. الفولو صراحه اخوتي الراي ديالي ما عجبنيش وما كيليقش بالماستاك اخوتي، انتم كما كتشوفوا ما كيليقش بالماستاك. المهم عطوني انتم الراي ديالكم الاخوان فيها. انا صراحه يعني نتايا كما كتشوف حط لي ان البيبان كيتحلوا بواحد الطريقه بالكود وشي حاجه يعني، والفورد راها ماستاك شي حاجه مزيانه، واول سياره الكتريك ديال الماستاك كانت صراحه كتستحق شويه ديال العمل. وهنا في كيبان اخوتي التفوق ديال الالمان، يعني هانتوما كما كتشوفوا الالمان حتى في هادشي الصغير كيحطوا احسن ما كاين، هذا هو كنشوف انا شويه ديال التفوق ديال الالمان. المهم اخوتي ابار الفولو، دابا غادي ندوزو لهنا كما كتشوفوا. هذا هو الطابليط الاخوان، الطابليط كما قلت لكم على شكل تيزلا. عندنا هنايا كما كتشوفوا كنجيو نبركو في هذه الاولى، وهذا هو الطابليط الاخوان. غادي نبداو في الاول بالليمود كما كتشوفوا، يعني والله حتى اخوتي بالله هي حتى السميه ديال الليمود غيرتهم عكس داكشي اللي كيديروا الالمان، هي سميه تصاموس ماس اكتيف. المهم انا جربت هذا اكتيف، هذا اكتيف جاتني بحال قلتو واحد الميست بين الكونفورت والسبورت الاخوان. هنا كما كتشوفوا عندنا الكاميرا 360 اخوتي، اللي يعني كتعاونك في البارك، كتعاونك في بزاف ديال الحوايج هنايا. وهنا كما كتشوفوا معنا يعني البارك الطوموبيل، يعني كتقرا البارك فيه كاين، وكتباركي يعني بوحده، وهنا على حساب ديك السيستيم ديال سيكوريزي، وعلى حساب بزاف ديال الحوايج. وهنا خوتي كما كتشوفوا هذا هو المينو ديالها. النافيغاسيون اش غادي نقول لكم الاخوان، يعني السوفتوير ديالها ما عجبنيش بزاف مقارنه مع داك الشيء اللي كيديروا الالمان. هنا كما كتشوفوا الكار بلاي، هذا الكار بلاي هي واحد الابليكاسيون كديرها في التليفون، كديرها في التليفون. المهم كيولي عندك داك المينو ديالك في التليفون تيولي هنايا، هذه حاجه صراحه مزيانه. ولكن هذا السوفتوير اللي داروا فيه ديال لابليكاسيون كتبان شي حاجه قديمه ما عجبتنيش. وانتم دائما خصكم تعطوني الراي ديالكم في التعاليق اخوتي، باش نشوفوا يعني واش متفاهمين في بزاف ديال الحوايج ولا لا. وهنا كما كتشوفوا لا كريم، عندنا الفولو ريسكال دابل، تحكم في اي حاجه، وهذه كما كتشوفوا معايا يعني كتزيد وكتنقص في الصوت. هذه العيبه هذه عجبتني. وهنا كما كتشوفوا هذا يعني كيعطيك عندك طوموبيل فيها 99 في ديال لا شارج، وغادي تضرب بها 312 كيلومتر. وهذه اخوتي صراحه اللي ما عجبتنيش انا، حيت شدت في هذه السيارات هذه الوقت باش كتشارجيها عالي، وكتعطيك شويه ديال الكيلومتراج يعني فورد. ومهم في هذه الفئه هذه خصها تزيد، خصها تزيد تخدم على لا شارج، حيت السيارات الالمانيه صراحه اخوتي في هذا المهم
الاخره اللي كنت سقت اخوتي الاي دي راه كنت درتها لكم 5، راه كاين الفيديو في القناه. كانت الاخوان يعني كتشارجا في 35 دقيقه وكتضرب بها يعني حتى ل 500 كيلومتر. هذه كما كتشوفوا معايا يعني اخوتي راه الشارج ديالها راه قريب لساعه وما كتعطيش بزاف. هذه صراحه الاخوان صراحه ما عجبتنيش هذه القضيه. وهنا كما كتشوفوا يعني كيعطيك داكشي المهم، راه هو الفيتاس، راه هو بزاف ديال الحوايج. وحاجه اخرى عاوتاني الاخوان اللي ما عجبتنيش فيها هي فيها اخوتي واحد الكليراج دومبيونس اللي كيجي غير هيه، ما دايرش من هنا، ما دايرش كذا. وهنا كما كتشوفوا معنا عندنا فين دير النضيدرات ديالك، هذه صراحه هما الاول اللي كديرها. وهنا كما كتشوفوا معايا يعني الاخوان صراحه انا فهمتوني مؤخرا كنت سرقت بزاف ديال السيارات الكهربائيات المانيات الفرقه الاخوان كاين. وهنا اخوتي حنا كنهضروا على ماستاك، فهمتيني ماستاك يعني بزاف ديال الحوايج اخوتي اللي هنا شفتهم لداخل ما عجبونيش. المهم هذا كيبقى الراي ديالي، كل واحد اخوتي عنده الراي ديالو، وهذا الشيء دائما مقارنه بالسعر ديال السياره فهمتوني. هو بالنسبه للكوفر ديالها كنبركو هنايا جوج مرات كيشعل اخوتي وكذا وكيتحل، غير هو ما كيتحلش اوتوماتيك الاخوان. الكوفر كيتسع عندنا 450 لتر، ولكن الا هبطنا الكراسه كيولي اخوتي 1450 لتر. يا سلام، هنا كما كتشوفوا عندكم شارجور 12 فولت، هنا كما كتشوفوا الليدا الاخوان، هنا في كدير الكابليات ديالك اخوتي كما كتشوفوا انتم. المهم حتى السده ما كيتسدش اخوتي الكتريك، خاصك تسدو من السياره ديالنا باش ما ننساش اخوتي. فيها 258 كيلو واط، 258 كيلو واط ما يعادل 350 ديال الخيل. يا سلام، وفيها 580 نيوتن متر عزم الدوران. الاخوان بلا ما نطوع لكم غادي نمشيو نجربوها في الطريق نشوفوا السياره كيفاش كتريبوند اخوتي. وهنا الاخوان يا سلام، صراحة عندها واحد الريبونس في الطريق، هي كتبرك هانتوما. شو 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 طونوبيل اخوتي كتطلع كتطلع يا سلام. وهنا كما كتشوفوا يعني فيها واحد الكونفورم تاع الاخوان، كونفورم يعني اللي ما لحد الساعة باقي ما شفتوش في السيارات الألمانية، يعني عندها ركبة ديالها خاصة بها، وهذه صراحة حاجة زوينة فهمتوني. كتركب في طونوبيل أخرى وكتحس بالفرق، هذا كيدل على الشركة ديال فورد هي الاخوان خدمات باش تكون عندها بلاصتها في السوق الاخوان. سيلا سير الله. شو 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 دراري في التكسال كاينه 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 في التكسال اخوتي، بالزربه 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 التكسال والفرين. وانت كما كتشوفوا معايا يعني الطوموبيل بفضل الكاميرا وهذا حاضيه معاك اي حاجه الاخوان. وصلنا الاخوان، غادي نطفيوها وغادي نجيو اخوتي نمشيو نهضروا على السعر. ولكن واحد الحاجه قبل ما نهضروا على السعر، واحد الحاجه اللي انا لاحظتها وعجبتني الاخوان في هذه السياره، هي واحد السياره اللي صراحه كعاطيه للعين غادي انا، وبزاف الناس كيشوفوا فيها، بزاف الناس كيدوروا يتلفتوا ليها الاخوان. كنت سرقت الاي دي 5 بزاف والمرسيدس، ولكن ما عمرو قعدت بحال هكا. اليوم بزاف الناس كيشوفوا فيها، نقدر نقول لكم واحد السياره كتعطي للعين، غير ما عرفتش اخوتي واش عاطيه للعين حيت الكولور ديالها ولا حيت هي ماستاك. نتوما خبروني الاخوان في التعليق. المهم السياره كانت معنا اليوم كما شفتوا فورد ماستاك الكتريك 2022 اخوتي، كما قلت لكم 350 الخيل، 250 كيلو واط و 560 ولا 80 نيوتن متر، كتجبد بربعه د الروايد كما شفتوا. هذه الفخامه كامله اللي شفتوا معنا وهذه لي زوبسي وهذا الكولور، السعر ديال اخوتي كيجي ب 53 مليون. وهنا كما كنقول لكم دائما فاش نهضروا على الالكتريك، عرف بالله حنا في المانيا 43، حنا 10000 اورو 10000 مليون كتعطيها لك الدوله هنا في المانيا اخوتي. المهم 53 لهذ السياره هذه فورد ماستاك، في نظركم واش مزيانه ولا لا؟ خليو لي النظر ديالكم في التعاليق اخوتي، وما تنساوش لايك الفيديو طاقي 10 ديالك بارطاجي، ونتلاقاو في الفيديو الجاي الى بغى الله. الله معكم الاخوان.